ليش انتو بايتين هنا؟ العدد نمت يعني بايتين هنا كنتي موفقين ان شاء الله موفقين اهل السيد نحن نقوم بتفهم سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني لمواقفنا وجئنا باتجاه توضيح الموقف الذي دعانا إلى تأخير التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية ووجدنا تفهما كبيرا وواسعا وعميقا من سماحة السيد إلى خلفيات نقاش بعض المواضيع. دستور أو مسودة الدستور قلت ننتظر إلى يوم غد لنرى ماذا سيحصل.